بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سالمون تريدنج شانل في كورس استخدام الشموع اليابانية فقط في التداول، ومع المحاضرة رقم 12 في هذا الكورس تحت عنوان شمعة الدوجي. دوجي كلمة يابانية تعني الشيء نفسه، وهو ما يطلق على شمعة يكون فيها سعر الفتح في نفس مستوى سعر الغلق، أي عندما لا يوجد أي فرق بين سعر الفتح وسعر الغلق، أو يكون الفرق بينهما ضئيلا جدا للغاية لا يكاد يذكر. وفي هذه الحالة فإننا نتعامل مع شمعة بلا جسم أو بجسم صغير جدا يصعب رؤيته. وللدوجي أربعة أشكال تختلف باختلاف مكان سعري الفتح والإغلاق بالنسبة لمدى السعر. والشرطة في الدوجي تسمى فور برايس دوجي، تحدث عندما تتساوى أسعار الجلسات الأربعة، يتساوى فيها سعر الفتح مع سعر الغلق مع أدنى سعر وأعلى سعر. والدوجي بمفرده من أهم الأشكال عامة، كما أنه يعتبر جزءا مهما من مكونات الأنماط المركبة من عدة شموع. فظهور الدوجي مثلا بعد رحلة صعود طويلة وحادة للأسعار معناه أن السوق قد دخل في مرحلة غامضة محيرة، وأن المتداولين سواء كانوا بائعين أو مشترين حائرين وغير متأكدين هل ستواصل الأسعار في نفس الاتجاه والصعود إلى مستويات أعلى من ذلك، أم أنها سوف تعكس اتجاهها. وظهور الدوجي هنا في هذه الحالة دليل على توازن قوة الثيران مع قوة الدببة، بينما العكس صحيح في حال ظهور الدوجي عندما يكون اتجاه الأسعار في هبوط، أي عندما يكون اتجاه الأسعار نزوليا، فإن هذا معناه عدم قدرة البائعين على ضغط الأسعار أكثر من ذلك، وبالتالي فإن احتمال ارتفاع الأسعار إلى أعلى في هذه الحالة يكون قويا. والآن مع الأمثلة والتطبيقات العملية على الشارت. وفي الختام أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحثنا فيه على ضرورة وأهمية ووجوب التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.